كلمة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، فلتتفضل سيادتها. فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدة الفاضلة حرم السيد الرئيس، كل عام وسيادتكم بخير، وكل عام وكل امرأة وفتاة مصرية عظيمة بخير. أنا بنت المحروسة، مصر المحروسة من الله، ومن آمنه الله لا يفزعه أحد. المحروسة بكليم الله سيدنا موسى، وبمرور السيدة العذراء والسيد المسيح عليه السلام على أرضها. المحروسة بالسيدة زينب والسيدة نفيسة والسيدة عائشة، المحروسة فيها المسيحيون يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون يوقدون الشموع في الكنائس. المحروسة بشعب أبي وجيش وشرطة هم خير أجناد الأرض. سيادة الرئيس، قد يكون الرزق قلوبا يسوقها الله إليكم لتسعدكم، والإيمان الأكيد إن الدنيا لن تغلبكم أبدا ولديكم قلب يعاهد الله. المحروسة برئيس اختار طريق الإنسانية وامتلك القلوب، وإرادة سياسية وثقت في قدرة المرأة المصرية التي هي رمز للقوة والصبر والعزيمة. وكلمات سيادتكم ستبقى للتاريخ، لا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت ضميرها الوطني. عاش من يحمي المحروسة يبني ويدافع ويصون. فكل الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحضور الكريم، على مدى عقد كامل شاهدنا إرادة سياسية أرست أسس قوية لتسريع وتيرة التمكين، ليشهد هذا العقد على 50 تكليفاً رئاسياً لتمكين المرأة، و26 قانوناً وتعديلاً تشريعياً، وإدماج المرأة في كافة السياسات والبرامج، و12 قراراً دولياً لتمكين المرأة. فعلى مدار السنوات كنا نطالب بالمساواة والتمكين ودستور عادل، وتفعيل حق المرأة الدستوري، وضمان تشريعات منصفة. كنا نطالب بوصول المرأة لكافة المناصب دون تمييز، وحصة في المجالس النيابية، وتعزيز قدرات المرأة القيادية. كنا نطالب بحزمة من البرامج الاقتصادية والاجتماعية العادلة والشمول المالي، وضمان حياة كريمة وسكن لائق، والحفاظ على صحة المرأة، واستحداث آليات للحماية من العنف والممارسات الضارة، وإطار وطني للاستثمار في الفتيات مصر. ليأتي هذا العقد ويضع أسساً قوية لكافة المطالبات، حتى صار تمكين المرأة جزءاً لا يتجزأ من عقيدة الدولة، وصولاً لبناء الجمهورية الجديدة. الحضور الكريم، طرقنا حتى اليوم 8 ملايين طرقت باب في قرى مصر، وبالرغم من التحديات الاقتصادية وصلت مصر إلى 244% معدل نمو الشمول المالي للمرأة، واستفادت أكثر من 2 مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والإدخار والإقراض الرقمي في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ووصل حجم إقراض المستفيدات من بنك مصر الشريك إلى 700 مليون جنيه، وحجم التعاملات على الحسابات إلى أكثر من 18 مليار جنيه في عام واحد، ووصل إنتاج السيدات من خلال المشاغل والوحدات الإنتاجية ومراكز تنمية المهارات لأكثر من 500,000 منتج، وأكثر من 40,000 فرصة تدريب إنتاجي، وتعرض بعض من منتجات المصرية في المتحف المصري الكبير. كما قدم المطبخ المصرية 500,000 وجبة إطعام في قرى حياة كريمة خلال شهر رمضان الكريم. كما تم أيضاً الانتهاء من نموذج تجريبي لابتكار أول علامة تجارية جماعية للسيدات، التلي شندويل بمحافظة سوهاج، وندرس حماية الملكية الفكرية لحرف تراثية في سيناء وسيوة. الحضور الكريم، تم تدريب 26 جهة سياحية على مشاركة المرأة في سوق العمل ومبادئ تمكين المرأة وبناء قدرات الطلاب والطالبات في 6 كليات سياحة وفنادق، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، حيث التزمت 100 شركة بمبادئ تمكين المرأة و30 شركة بتعمل على تطبيق معايير ختم المساواة. الحضور الكريم،
بدأنا نجني ثمار الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وصلنا إلى 8000 فتاة في برنامج نورة، ووصل برنامج دوي بالتعاون مع الشركاء إلى 270000 فتاة وجلسات حوار للأجيال بين الأسر إلى 620000 مستفيد ومستفيدة، و 140000 فتاة حصلت على شهادة التعلم الرقمي. ونسعد بإنتاج مسلسل كرتون نورة للأسرة في شهر رمضان الكريم. الحضور الكريم، إن عقداً من الزمان لا يعد فترة طويلة في عمر الأمم، إلى إن حجم ما تحقق من إنجازات تحققه أمماً وشعوب في عقود طويلة. سيادة الرئيس، تطورت أحلام المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة التي وضعتها ممكناً أساسياً لرؤيتها. نحلم بالمزيد من المناصب الوزارية للمرأة، وزيادة مستويات التمكين الاقتصادي لها في سوق العمل، واستكمال حزمة تشريعات منصفة للمرأة بقوانين الأحوال الشخصية والعمل والحماية من الإيذاء البدني داخل الأسرة، والوصول إلى مليون نورة في كل محافظات مصر. الحضور الكريم، ستظل المحروسة أرض الوطن، واحد الغريب، بيت المحتاج. واليوم نقول لنساء وأطفال غزة في فلسطين الحبيبة، الجبر الإلهي إذا تأخر لا يأتي عادياً أبداً، بل يأتي مزلزلاً قالباً موازين الظالمين، منتصراً للحق والعدل والإنسانية. وفي ختام كلمتي أتوجه بخالص الشكر لسيادتكم، واسمحوا لي بشرف تقديم العدد التذكاري إرادة سياسية شهادة للتاريخ، شهادات على العصر الذهبي للمرأة المصرية. فلتبقى وتحيا مصر دائماً المحروسة. أنت الأستاذ وأنت اللي بنتعلم منه، أنت الإنجاز اللي باسمه الناس بيغنوا، انت اللي وافر ولا همك، صخرت همومي قصاد همك، انت اللي مخلي الناس تستاقوا على تعبها، خليت العالم حكى عنك علشان الخوف بيخاف منك، خليت المحنه كانها لعبه بتلعبها، يا اسد واقف بشجاعتك، اديتني دروس بشطارتك، الدنيا بحالك.